جامد. نفس كمان. آخر نفس جامد. ما شاء الله ما شاء الله. حزام. طيب. وريني بقى دراع حضرتك. عايزين نرجع الدراع لورا خالص. ها في أي ألم؟ في أي نغزة؟ لا 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 مفيش ألم خالص. طيب عظيم. طيب رجع لي بقى. لا سيبي سيبي. عايزك ترجع الدراع التاني ده لوحدك. ها؟ إيه؟ تمام؟ آه تمام. ممتاز. أنت ممتاز يا دكتور سليمان. أنا حقيقي مش قادر أوصف لك. توصف إيه بس يا معالي الوزير؟ هو ده وقت وصف دلوقتي؟ إحنا قلنا إيه؟ إحنا مش قلنا إننا نريح نفسنا من الكلام خالص لمدة 48 ساعة كمان؟ صح ولا لأ؟ صح. يبقى نعمل إيه؟ يبقى نوفر الكلمتين الحلوين اللي عندنا لعلياء هانم والأنسة هايدي. مش الأقربون أولى بالمعروف ولا إيه؟ تمام يا دكتور. تمام. أهو كده. ده أنت يا راجل لو تعرف أهل بيتك بيحبوك قد إيه؟ كنت سبت الوزارة اللي تعبت قلبك دي وفضلت قاعد جنبهم في البيت ليل نهار. ربنا يخليك يا دكتور، ده بس من ذوقك وأدبك. طيب بعد ساعتين من دلوقتي هنساعد بقى معالي الوزير نحط الدراع على كتف حضرتك والدراع التاني على كتف عروستنا الجميلة دي ونتحرك بيه كام خطوة كده يعني بالراحة قوي في الأوضة في الكوريدور ونرجع تاني. وسناء ونوح هيوروا لكم أول مرة يبقى إزاي. أوكي يا دكتور. تمام؟ طيب زي دلوقتي بكرة بإذن الله هعدي على حضرتك. بكرة لما أعدي على حضرتك عايز أشوفك بتجري في الأوضة رايح جاي. تمام؟ تسلم إيدك يا دكتور. تسلم إيدك. أنا إذنكم. اطلعتي ولا لسه يا سيد؟ امال ايه حصل يا دكتور؟ ومالك يا بنت فرحانه كده ايه؟ جاتك خيبه بامبي يا بنت. في حد دلوقتي يلاقي رجاله؟ هنلاقي عليك رجاله منين يخرب بيت؟ ونعمل ايه بس يا دكتور؟ قطع تقطع الرجاله اللي بالشكل ده. والله 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 ولا لك عليا يمين ان انا كنت قايله له. يا واحده لو سمحت. طمك حصل حاجه ولا ايه؟ تسمح لي بدقيقه لانفراد. طب استاذن انا يا دكتور. اتفضلي هنا اتفضلي. اتفضلي عليها. اتفضلي يا فندم. حاجة تشربي ايه الأول؟ مش سامع دكتور ولا حاجة. واضح إن حضرتك عايزاني في حاجة مهمة فعلا. أنت ليه بتتعامل معانا بالحساسية دي يا دكتور؟ أنا؟ أيوة طبعا، مع إننا اعتبرناك صديق لأسرة أمين وصديق مهم جدا كمان. يا فندم ده شرف كبير ليا والله. حد يطول برضو صداقة الوزراء ومحبة الحكومة؟ حضرتك ليه بتقولي كده؟ والله ده أنا الناس طول الوقت بتلومني على العشوائية اللي أنا بتعامل بيها مع المراكز والمقامات الرفيعة اللي زي حضراتكم. بس ده طبعا من حبي والله. طب ليه حضرتك مترجمتش الحب ده بطريقة أفضل من كده؟ حب؟ إيه الولية المهبوشة دي؟ تكونش وقعت من الكلمتين اللي قلتهم لها قبل العملية؟ دكتور سليمان حضرتك سرحت ولا ايه؟ لا معلش يا فندم انا اسف والله. انا اصلي في ظروف صعبه قوي اليومين دول ويعني دماغي مشوشه كده. حضرتك كنت بتقول ايه؟ بتكلم في نفس الظروف الصعبه اللي حضرتك كنت بتكلم فيها دلوقتي. ما هو لو في بينا ود وعشم حقيقي ما كنتش استنيت الفتره دي كلها من غير ما تطلب مننا اي مساعده في مشكله شهد الخطيره دي. فهمت. بس يعني فندم الكلام ده لو كان فيه مشكلة اصلا هو الحمد لله ده لبس ان شاء الله هيمر بسرعة وهينتهي على خير. يعني ما رضيتش ان انا اشغل شخصية حساسة ومهمة زي معالي الوزير بمشكلة عابرة زي دي. عابرة؟ هو حضرتك متصور ان انا ما اقدرش اعرف ابعاد قضية زي دي بمكالمة تليفون؟ هو حضرتك كلمتي حد؟ ما لحقتش اكلم حد يا دكتور. الدكتوره شهناز هي اللي اتكلمت معايا. ولو ما كانش موقف شهد خطير للدرجه دي ما كانتش لجأت لي انا. مراتك ذكيه جدا يا دكتور،
بتعرف تقيس حجم المشكلة كويس قوي وتحدد تلجأ لمين. الظاهر إن حضرتك اللي مش واثق في قدراتي. جميلك يا دكتور سليمان واللي عملته مع أمين مطوق رقبتنا. أطلب مننا أي حاجة. مش ممكن يا مستر نديم، صدقني ما ينفعش. انتوا كده بتحملوني لود ما اقدرش استحمله. ازاي بس دي بنتي الوحيده ملهاش حد في الدنيا غيري، اسيبها زي في ظرف زي ده واسافر اخر الدنيا؟ ما يكفوش طبعا. هعمل ايه في 13 يوم؟ دي النيابه افرجت عنها افراج مؤقت على ذمه القضيه، وارد جدا يستدعوها في اي لحظه ويقبضوا عليها كمان. اصفرها ازاي ودي قضيه راي عام والدنيا مقلوبه؟ جوزي؟ جوزي مين اللي هعتمد عليه في كارثه زي دي؟ انت مش عارف اللي فيها؟ ممكن افهم ايه اللي انت عملتيه ده؟ ها؟ معلش يا فندم، ساعه وهكلم سيادتك تاني. ميرسي قوي، مع السلامه. اتفضل انت يا مصطفى. تحت امرك يا دكتوره. تحب ساعتك؟ لا تحب ولا تكره. قالت لك اتفضل يا مصطفى، اتفضل يا سي مصطفى. شكرا يا دكتور. بعد اذنك. في دكتور محترم يكلم مراته قدام موظف عندها؟ وفي دكتوره محترمه وسيده اعمال قد الدنيا تجري على مريضة عندها وتمد ايدها وتشحت المساعدة وتقول له الحقني يلومك ثواب؟ الفاظك واطية وتشبيهاتك متخلفة وعمرك ما هتفهم حاجة في الدنيا دي. ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ بقى كل الموشح ده عشان علشان افكرك باللي قلتهولك أول مرة شفتك فيها يا شهناز. فاكرة أنا قلتلك ايه؟ قلتلك أنا حبيت المهنة دي وتعلمتها علشان أساعد بيها خلق الله، علشان اخفف عنهم قرصه المرض والالم ومراره، مش عشان الم بيها فلوس ومناصب وبزنس. دي سياستك انت، العبيها زي ما انت عايزه بس بعيد عني، بعيد عن اي حاجه تخصني. امين عزام جه هنا علشان محتاجني، ولما مريض يستنجد بيا وبعد ما ساعده امد ايدي علشان اخد منه ثمن اضافي غير الفيزيتا اللي اداني، ابقى مستغل، ابقى انتهازي، مابقاش طبيب. الله الله، محاضرة عظيمة في الفلسفة الإنسانية ما سمعت زيها في حياتي. سليمان انت فعلا إنسان عظيم وجراح عبقري، بس أب فاشل وفوضوي وأناني، وأضعف منك تتحمل مسؤولية أي حد عايش باسمك وتحت حمايتك. كل اللي يهمك نفسك ومتعتك وخيالك ونظرتك للدنيا وأفكارك الحجرية الميتة اللي انتهت مع العصر الجليدي. أنا أب فاشل يا شهناز. أيوة فاشل. جرحك قوي الوصف ده يا سليمان. صعبت عليك نفسك زي ما صعب عليك شكلك قدام الوزير ومراته عشان بنطلب منهم خدمة بسيطة تساعدنا في المصيبة اللي احنا فيها. طب وبنتك؟ ما صعبتش عليك لحظة واحدة هي كمان؟ ما فكرتش ايه اللي ممكن يحصل لو انت مش هتزايدي على حب البنت وخوفي عليها يا شيناز؟ انت عارفة كويس قوي انا ما اعرفش غير حاجة واحدة بس، إن أنت يا سليمان السبب في كل اللي بيحصل لشهد دلوقتي. أنا؟ أيوه أنت يا سليمان. سممت دماغها بأفكارك التافهة واسطواناتك العجيبة عن الحب والرحمة والمشاعر الخلاقة والحق والخير والجمال. نيمتها على سحابة بيضة فوق في السماء وعزلتها عن الغابة الاستوائية اللي احنا عايشين فيها. خلقت منها إنسانة ضعيفة وساذجة ومشتتة، لا هي عارفة تخرج من الوهم اللي انت زرعته جواها ولا تطبقه على الواقع اللي هي شايفاه. خليتها طفلة غبية
اي حد يقول لها تعالي يا حبيبتي نتمشى على الميه ونلعب مع السمك تجري وتروح معاه، وهي ما عندهاش اي ذره شك في كلامه، لان من وجهه نظرها مفيش حد كذاب او خاين. جرى ايه يا هلا؟ مالك هاجم زي البهيمه كده؟ ده خابط. طب لازم يوص وصل كده اهو من غير تليفون، دي عمره ما عاملها. بنت يا صباح. ايوه ايوه انا همي بسرعه، هات الطاقيه والجلابيه والعبايه الاورنج. اورنج العبايه الاورنج يا عمده. يا نهار ازرق يا ولاد على الفلاح والجيران. روح يا بنت، روح يا صباح هاتي له العبايه الاورنج والطاقيه البينك. يا مرحبا يا مرحبا يا دكتور، حمد لله على السلامه. مرحب بيك يا خواجه. ايه دي؟ ايه الجية الجميله دي؟ معقوله وحشناك عشان كده جاي من غير معد؟ بقول لك ايه، قول لمراتك تدبح لينا بطايه وتسوي لنا طاجن معمر، خلاني واجع من الجوع. واجع من الجوع؟ عينيا. انوار انت يا بنت، يعني ما قالش الاوان تجيب شهد نوبه وياك يا دكتور؟ نفسي افرح بيها وملعيني منها وهي بتقول لي يا مرات عم. عن قريب باذن الله ام سامي، انت بس ادعي لها. يا لهوي، شهد مالها يا دكتور؟ البنت عيانه ولا ايه؟ طب وحياه النبي، انا قلت الكلام ده من ساعه ما شفتك وقلت دي مش دخلتك علينا. لا لا لا، مش تعبانه ولا عيانه وصحتها زي الفل الحمد لله. انا قصدي يعني دايرة علشان المذاكرة والامتحانات وكده. الله يسامحك يا دكتور، وجعت قلبي. ما تخافش يا دكتور، شهد ناصحة وواعية وطالعة العراينة. طب وحياة النبي، أنا ما بخاف عليها من أيتها شيء غير من العرك التركي أبو نص عين وزغرة دي. جالك إيه يا وليدك؟ حشت لسانك. إيه في إيه يا ابن عم؟ أنت هتعمل علينا إحنا كمان عمدة؟ الله. معلش يا دكتور، من نفر برضك لازم يبقى عنده سنس كده يا مرة. بقول لك إيه، بلا سنس بلا بتاع، أنوار بتقول الحقيقة، إحنا كلنا كده ما بنخافش إلا من مراتي وأنت أولي. الحمد لله، تسلم الأيادي. إيه يا دكتور؟ ما تاكل، انت زعلت مني ولا ايه؟ لا زعلت منك ده ايه بس، يعني كل ده الحمد لله. الحمد لله زي امي. يا صباح افتح المنظره بسرعه. لا لا استنى صباح، استنى صباح، انا هاخد ابوك ونشرب الشاي عندي في الدوار، انا عايزك في كلمتين شغل. قال لك الضيف المجنون بيعمل ايه يا ابو سامي؟ بياكل ويجوم. هو ده السنس بقى ده. هو انا اللي بقول ده المثل اللي بيجوم. يا نهار ازرق، ايه النصيبه دي يا سليمان؟ قضى ربنا بقى يا عمد. ايه وازاي كل دي هيحصل ولا تقوليش؟ ده انا ابن عمك ومالكش اخ غيري، مستني ايه لما يعلقوا رقبه بنتك في المشنقه؟ ايه ايه ده؟ الله ما تلف من بوعك، ده يا في ملابسك عطيه، ده كلام طبيه ده بس بي كوايت، مش انت اللي بتقول. يا عم بقول ايه؟ بقول لك متورطه، رجلها جت بالغلط في القضيه، ما انا لسه حاكي لك كل حاجه عطيه، ده كلام. الله العظيم يا رب. ايوه ماشي، طب دلوقتي هنصلح الغلط دي قدام الحكومه والنيابه ازاي؟ هو انا بقى جاي لك عشان الحته دي، نصلح الغلط ده ازاي؟ وانا رقبتي يا ابن عمي شور عليا ايه المطلوب مني ورقبتي سداد. لا يا سيدي، رقبتك دي خليها العوزة لما نفسنا تفين على لحمة راس. بص عطيه، انا عايز الواد عكاشة ابن خليل الترس. مين؟ شيخ عكاشة المجذوب؟ ايه يا سامي؟ ما جيتوش يا ابني ليه لغاية دلوقتي؟ طب بص يا سامي، خش له وقول له الدكتور سليمان العريني عايزك ضروري جدا. يلا يا ابني، يلا مع السلامة. الخير كتير يا رجالة. الله الوكيل، ما حد يقوم من مكانه قبل ما ياكل ويشبع ويملى بطنه على الاخر. العام يا حاج وجاب بالنعيم. امين يا رب العالمين، دي بركه الشيخ عكاشه وكرماته اللي فكت العقده وكشفت الحزن. استغفر الله يا عبد الله، كله باذنه ومشيئته وقدرته. هو الحنان، هو المنان، هو الله. الله الله الله، لا اله الا هو. الله 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 الله.
انت اتجننت يا شيخ سيد؟ عمدت من ده الى عزم سيب عشانه الحضره والمريدين والفتح الرقبان. اذا رايد المصلحه يسعى لها برجليه، مش هي اللي هتسعى له. اسعى يا مولانا. دول بقى لهم 3 ساعات مستنيين وبيقولوا حاجات غريبه جدا، وبيقولوا عايزينك في حاجه مهمه قوي. مهمه ليه مهمه؟ انما انا ما عنديش اغنى من عزيز الجبار المتكبر الخاضق البارد. بعد اذنك ثواني يا شيخ دكتور. سيدي ماني العريني هو اللي عايز حضرتك يا مولانا. دكتور سيدي ماني العريني. اهلا 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 شيخ عكاشة. يا دي النور اللي هل ويا دي البركه اللي حلت. الله يحفظك. ما شاء الله. ايه العظمه دي؟ العظمه لصاحب العظمه يا دكتور. لو تعرف انا سايب ايه ورايا عشان اجي لك لحد هنا والبي لك طلبك هتعرف غلاوتك عندي قد ايه. من غير ما تقول يا شيخ عكاشة، اصل ربنا سبحانه وتعالى يحبه بيفيد حبه على الناس كلها. الله يكرمك يا ولدي. الله يكرمك. انا زعقلي نبي النهارده. الله يبارك فيك. طب نستأذن احنا بقى يا دكتور ونسيبك تاخد راحتك مع مولاه. يلا يا سام. ايوه يلا يلا شاهين. يلا يلا. متشكرين يا اولاد. يلا نرد لكم في الافراح ان شاء الله. تعيش يا دكتور. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا يا عمده. طب اروح انا بقى البيت اشوف الجماعه طالبيني في ايه وردي لك تاني. لا ما انا مش عايز اتعبك يا عم، خليك انت وما تجيش خالص غير لما انا رن عليك. حاضر. ربنا يخليك ليا يا ابن عمي اصيل يا عمدة العمد. كيب ان تاتش. حاضر. اتفضل يا ابو العمد. يلا اتفضل. يلا الف سلام. سبحانك يا قادر على كل شيء. خلاص. سبحانك يا جامع الشتات وخالق المعجزات وعالم الماضي والحاضر والآت. الله الله. خلاص بقى بروح خالتك. انت هتشوف ايه ولا ايه؟ ده يلا تكون صدقت نفسك يا ابن بهانه يا عره النصابين. لا اله الا الله. ارتجع يا دكتور واحسب شيطانك واعلم اني مش لوحدي. لا يا شيخ وحد النبي. ايوه. طيب مستني ايه يا شيخ عكاشة؟ افرد جناحك، لم خدامك، اسخطني قرد ولا عرسه ولا ماشيين على الحيط. ايه ده برضه الاصول يا ابن الاصول؟ جايبني بيتك عشان تسخر مني وتتهجم عليا يا سليمان؟ اسم الدكتور سليمان يا حيوان. وان ما كنتش هتفوق من التمثيليه اللي انت عايشها دي وترجع لاصلك وتتعدل ويايا في الكلام، تلاته بالله العلي العظيم يا عكاشة لاكون معلق في ديلك فضيحه فرنج من مصايبك القديمه وادورك بيها على ظهر حماره في البلد كلها. تكون فعلا زي ما بيقولوا بتنصب عليا وبتضيع وقتي على الفاضي. يا مجدي انت فين؟ خلصت تصوير يعني؟ طب وحياه ابوك يا مجدي؟ تاخد تاكسي وتجيلي. تعال خد، انا مش قادر اتلم على اعصابي ومش عارف اسوق. يا مجدي شرفنا انا في اي ده. تعال يا اخي خدني وخلاص. هتشغلوا يا رجال؟ يا رجال كويكلي، الراجل زمانه جاي. خلاص يا باشمهندس قدامنا بالظبط نص ساعه بالتجربه. ما تخلص يا عم الحصان انت. احسن ايه؟ برجيك مش احسن ما اقول لك يا دونكي؟ قوي. ايه يا شاهين؟ بقول لك ايه، ساعه جالك؟ طب بقول لك ايه؟ اخره بتاع ربع نص ساعه لربع كده على قد ما تقدر. ايه يا شاهين اتمشى شويه، خد لك كروز، خش لك اي سوبر ماركت وهات لك سناكس. اقول لك اقول لك افتح كابوت العربيه وافتحه 3-4 مرات والعب جوه شويه واستنى مني رن. سلام يا ستوبيد. امال فين الاخ فريد؟ بيقول هيتابع معانا بالتليفون خطوه بخطوه. ايه وده ينفع؟ هو في حاجه ما بتنفعش عند العفاريت يا شيخ عكاشة؟ ايوه بس ايه لازمته؟ طيب البوليس اتدخل في الموضوع وطلب من الدكتور يجيب له الامان من رئيس المباحث شخصيا قبل ما يظهر في الشغل. ايوه. طب بقول لك ايه الغواني يا سعد؟ ايه بتاجر؟ ايه بتاجر في الغواني يا سعد؟ بتاجر في الغواني يا سعد ومكسور. بتاجر في الغواني يا سعد؟ قولها 3 مرات. بتاجر في الغواني يا سعد. ما تشيلوا رجاله شويه. طب خلاص سيب اللي في ايديك وتعالى لي فورا. دوريت يا محمود انت بتستهبل؟ سيبه قال مع الامنه وتعالى لي انت. في مشوار لازم تطلعه بكره الصبح انت واشرف فيه، لازم تعرف تفاصيله دلوقتي. يلا سلام بيستنيك. خير يا احمد باشا؟ في حاجه ولا ايه؟
بقول لك ايه يا اشرف، عايزك في ماموريه غريبه شويه. انت تؤمر زعيم واحنا ننفذ. هتاخد معاك محمود وتلات عيال خفاف ومخهم صاحي. ما تجيبليش عيل يتلحم ويبوظ لي الشغل يا اشرف. ما تقلقش يا باشا موجود. عظيم. عايزك تطلع بكره الصبح من بدري على النيابه. طارق بيها يعرض على المحامي العام ويديك اذن تسجيل ومراقبه. اول ما تقفش الاذن ده في ايديك تتصل بيا فورا. طب مش هفهم الحوار يا باشا عشان اعرف اتصرف؟ مش لما افهمه انا الاول يا اشرف. مش هينفع للاسف، ما اقدرش احول له اي تليفونات دلوقتي. اوكي. شريط بيه جوه؟ اهلا يا دكتوره. حضرتك شريط بيه جوه؟ ايوه موجود، بس هو عنده اللي عنده ايه؟ انا عصاكي. حلوه دي. عندك حق فعلا، البيه عنده حاله حب. هكلمك تاني. اهلا يا شاهي، ازيك؟ واقفه كده ليه؟ مضغوط. سيادتك عمال تحب لي في التليفون وسايب الدنيا تولع باللي فيها. فيها يا شاهي؟ انا مش فاهم حاجه. ولو كنت كلفت خاطرك ورديت على الويتنج اللي بيجي لك من ساعتين كنت عرفت ان بنت اختك اتقبض عليها ومحبوسه في القسم. ايه؟ ازاي يعني؟ هو ايه اللي ازاي؟ حد قال لسعادتك ان القضيه اتقفلت ولا حاجه؟ ما انت عارف ان النيابه افرجت عنها المره اللي فاتت بشكل مؤقت، وارد جدا يجيبوها تاني في اي وقت. ايوه بس انا كنت فاهم ان المشوارين اللي انت عملتيهم لغايه مكتب النائب والداخليه هيلموا الموضوع. يلموا الموضوع؟ في ايه يا شريف؟ انت فاكر نفسك بتتكلم عن مخالفه مباني؟ دي جنايه قتل يا باشمهندس. تبقى مصيبه لو كنت بتدير مشروع الادويه اللي انا سايباهولك ده كله بالعقليه العظيمه دي. شاهي من فضلك ما تخلطيش. بلا شاهي بلا زفت بقى يا اخي، حرام عليكم. انتوا قريب جدا هتجيبوا شاهي دي الارض وتضحكوا الدنيا كلها عليها. انا اول مره في حياتي اشوف واحده شايله المصايب دي كلها على كتافها، وكل اللي في حياتها رجلين اتنين بس ما فيش غيرهم، واحد هايف ومدمن ستات والتاني لاسع بيطير حمام. دي مش مشكلتي يا باشمهندس، انت تظبط نفسك ومواعيدك بالشكل اللي يعجبك. انا كل اللي يهمني دلوقتي انك تخرجني من الكارثه اللي انا فيها دي وباسرع وقت ممكن. اوكي اوكي اوكي، بس ممكن تهدي؟ تعالي بقى نقترح على بعض ونشوف ايه اللي ممكن نعمله في الاربع ايام دول. هو حل واحد مفيش غيره. اللي هو نعرف مين اللي قتل الكلب اللي اسمه فؤاد عوني ده باي طريقه وفي اسرع وقت. هو اللي في اسرع وقت وباي طريقه؟ ما تعقلي الكلام شويه يا شاهي، ما ينفعش كده. يعني المباحث والنيابه شغالين على الفصوله دي من ساعه ما جريمه القتل حصلت وما وصلوش لحاجه، احنا بقى اللي هنحلها في كام يوم؟ النيابه والمباحث عاوزين يقفلوا شغلهم ويريحوا دماغهم من القضيه، وشاهد بالنسبه لهم شماعه متفصله وجاهزه على التلبيس، يتعبوا نفسهم بقى ويدوروا على غيرها ليه؟ كلام معقول برضو. ايوه بس احنا مفيش في ايدينا اي خيوط توصلنا لحل القضيه دي. ما انا بقى جايه لك النهارده ومعايا اهم خيط في القضيه كلها. وساكته من الصبح ما تتكلمي. الاستاذه عزت لما قرا شهاده البنت السكرتيره بتاعت فؤاد عوني ده لقاها بتقول في التحقيقات ان في خناقه كبيره جدا حصلت بينه وبين المطرب اللي اسمه نادر سماره ده قبل ما شهد تخش له بخمس دقايق، وحصل بينهم تهديدات جامده جدا. شهد قالت لي نفس الكلام. وبعدين؟ هو ايه اللي وبعدين؟ انا بقى متاكده ان هو اللي عملها او اجر حد يقتله بعد ما شهد نزلت من عنده. طيب وعلى افتراض ان ده اللي حصل، احنا بقى هنثبت ازاي الكلام ده؟ نثبت ايه؟ هو في وقت نثبت ولا نتنيل؟ امال هنعمل ايه؟ ولا حاجه. احنا هنستفيد بالخبره اللي سيادتك اكتسبتها من الصرمحه على الكباريهات، وهنستخدم علاقتك العظيمه بالبلطجيه اللي انت مأجرهم دلوقتي عشان يظبطوا لك الدنيا قبل انتخابات المجلس اللي انت هتخشها كمان شهرين. الكلام اللي انت بتقوليه ده يا دكتوره؟ ما انت عايزاني اجر بلطجيه يمشي ورا نادر سماره ده ويراقبوه ويعرفوا بيروح فين وبيروح ازاي، وبعدين يخطفوه يحلقوا له شعره على بال بقى ما نثبت. اسمع يا شريف، انت اخويا الصغير وانا فاهمك كويس قوي، وعينك ما بتشوفش غير مصلحتك وبس. عشان كده هجيبها لك من الاخر. قدامك طريقين عشان تساعدني اخرج بنتي من الكارثه اللي احنا فيها دي. يا اما بقى تمشي في سكه نادر سماره وتتاكد ان هو اللي عملها وتجيبهولي معترف، يا اما تقدم للنيابه دليل محترم ما فيهوش كلام، يا اما تنكش بقى في جربك القديم وتطلع لي واحد معدوم وضايع من الاوباش اللي كنت بتقعد معاهم ايام الصياعه وتشيلوا الحكايه كلها قدام شيك بخمسة مليون جنيه. خمسة
ايه اللي بتقولي ده يا شيخ؟ انا لسه ما خلصتش كلامي. بعد 3 ايام من دلوقتي لو ما حصلش اللي انا بقوله ده تجيلي كده البيت او المكتب من سكات ومعاك فايل بكل حسابات الشركه وبفلوسك اللي بره واللي جوه ومفتاح عربيتينك وشاليه الساحل. شاهناز اسمعيني، والملحوظه بقى اللي لازم تاخد بالك منها ان لو بنتي دخلت السجن بتغمه زي دي اول واحد هيضحي بيك هو الحزب بتاعك، وانسى انك تترشح في دايره بعد كده طول عمرك او تاخد ربع كرسي تحت القبه. ليه كده بس يا مولاني؟ انت بداني وكتاب الله المجيد عملت المستحيل عشان افرغ نفسي لخدمتك ونور رضاك. يا عم سعد، يا عم سعد بطل دوشه، الله يكرمك بطل دوشه. الدوشه اللي انت بتعملها دي لو قطعت عليه خلقته اقسم بالله قادر يقلبك راقصة بباليه. طب خلاص انا اتكتمت اهو، بس وحياة النبي يا اخ سمير كلمه تاني، اصل انا يعني كنت يا عم سعد الكلام اللي انت بتقوله ده ما منوش فايده خلاص، انت ترجع عمارتك وتشوف مصالحك واولادك ولا كانك شفتنا خالص. دي اوامر يا عم الحاج، دي اوامر وما فيهاش فصال. يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب، هو ايه اللي حصل بس؟ ما كنا متفقين وحلوين واخر فل، ايه اللي جرى بس في الكام ساعه اللي غبتهم دولي؟ اللي جرى ان احنا بنخاف ربنا يا سعد، ومحدش فينا يستحمل غضبه. لا اله الا الله، وهو وجودي جنب جناب حضرتك هيغضب ربنا في ايه بس يا مولاني؟ المرأة على دين خليلي، وانا راجل ماشي بنور المولى يا عم سعد. لو جاورت عبد عاصي وقلبه مش نظيف ربك يحجب نوره ويسحب هديته. لا اله الا الله، لا اله الا الله يا مولاني، هو جناب حضرتك عرفت عنه حاجه بطله لا سمح الله؟ أنا غرضي بس أقول يعني إن مفيش مخلوق خلقه ربنا خالي من الذنوب، وإذا كان جنابك يعني شفت عنه حاجة كده ولا كده. أنا مش نابع عشان أشوف كل شيء وأطلع على أعمال العباد يا سعد، أنا بشوف بس اللي بيأذن لي به ربنا، واللي شفته عندك مش ذنوب. أمال شفت إيه يا مولاي؟ شفت حبك للذنب وإصرارك عليه، وده اللي مسود قلبك ومشخبط صفحتك. لا اله الا الله، لا اله، وكتاب الله المجيد يا مولانا، ده انا غلبان غلب، ده انا لا يمكن عملت حاجه. قلت لك ما تعرفش بكتاب الله، حصل خد ملياني، حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا مولانا. مش عايز مخلوق معايا انا والكذاب ده. حاضر مولانا. بعدان يوساد واخداز قال قليل قال قليل قال قليل قال قليل قال قليل صاحب الاسم الكبير. الله لا اله الا الله، لا اله الا الله. رايح فين يا استاذ؟ ده اوردر بيتزا شقه 14، مش دي عماره المروه؟ لا يا اخويا مش هي عماره المروه، اللي بعدنا بثلاث نمر، اللي قدام صاله المارك. حاج ما تقلقش، ده 10 دقايق بس هجيب حاجة من المحل اللي قدامك وجاي على طول، وبقى سيبها لك يا سيدي منورة. بس ده مدخل جراج يا أستاذ، ما ينفعش تسيبها في وش كده. أنت كده ما فهمتنيش، أنا أقصد ما عندكش حد ساكن سياحي، خليجي، عصبية كده ومحتاج فرفشة، حاجة كده يعني. وصلت يا شيري. سيبيني نمرتي، وأول ما الطلب هيبقى جاهز هتصل. يلا كريم صاحب الاسم الكبير، هنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. زنا يا سعد، بتتاجر في الزنا والغواني يا راجل يا نجس، وعايزني إيه؟ ألوث نفسي معاك بقعدتك وأخذك معايا في مشوار زي ده؟ ارحمني كلب، كلب أقرب ويستاهل الحرق كمان يا مولانا بجاز وسخم. ارحمنا يا مولايا، يا مولانا ارحمنا، والنبي ربنا بعتك ليا من السماء عشان تاخد بإيدي، عاوز أتوب.
عاوز اتوب يا مولانا، ارحمني الي علي مرتبك كمان وكمان. مش ممكن بتتكلم جدع احمد مين؟ وقال كل حاجه. الله اكبر، يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. انا مش عارف اشكركم ازاي. هو ده وقت شكر يا دكتور؟ يا عماد بيه، انا سليمان العريني. انا اسف لو عاملك ازعاج دلوقتي. يعني عماد بيه من فضلك، انا عايز اشوف بنتي، عايز اشوفها دلوقتي حالا لو سمحت. ايوه يا سياده المستشار، ايوه فاكرك مش نسيك. هو بس شيخنا مش فاضي يعني، قبل اسبوع من دلوقتي. لما اوصل شيخنا بس هوزع مستشار مع كابتن اسكندريه وارجع جنابه. ايوه سياده المستشار. مستشار ايه يا بهيم انت كمان؟ انت مخك اتلحس من اللي بتعمله ولا ايه يا سامي؟ الله، اطلع من الدور اللي انت عايشه ده ونفذ اللي بقوله لك دلوقتي حالا. يا سامي انا بقول فض الليله اللي عندك دي وخلاص على كده. يوه، من غير ليه يا سيدي؟ اتشائمت يا سامي، ارتحت؟ اتشائمت. الله، ربنا نبهني في اخر لحظه ان انا ماشي غلط، اعمل ايه؟ اكابر واستمر في اللي انا فيه ولا ارجع عن الغلط؟ ايوه يا دكتور، يعني احنا نهدي كل اللي بنيناه عشان حضرتك اتشائمت فجاه وهرتك انقبض؟ طب ما تصلي على النبي كده يا دكتور بيه كرم، الحكايه كلها ايه؟ خطوه ولا خطوتين وكله هيبقى زي الفل. ويا صابت يا شت يا سامي، احنا بننصب على واحد غلبان بالسحر والعزايم والبلاوي الزرقاء دي، ولو كملنا في السكه دي انا متاكد ان ربنا هينتقم مني وهتقلب سواد على دماغي وعلى دماغك انتوا كمان. الله، ما تفهم بقى يا اخي. يا ابني الجدع اللي معاكوا ده جدع غلبان وعبيط ومش هيوصلنا لحاجه. مش في واحد تاني معاه في القضيه؟ الله، مش يمكن يكون هو اللي عملها؟ انتوا ايه يعني؟ عجبتكم اللعبه دي؟ خلاص استحلتوها؟ طيب كملوا انتوا بقى، وانا بقول قدام ربنا من الساعه دي انا ماليش اي علاقه باللي بيحصل ده وبريء منه. امين يا رب. نقرا الفاتحه بقى يا مولاني. لا، البكا على راس الميت يا سعد، هنقرا الفاتحه قبل ما يحصل المراد باذن رب العباد، وتظهر الامانه قدامنا كلنا، وساعتها يتبقى لك عندي امتحان اخير. نجحت ورفعت راسي هديك هديه ما كنتش تحلم بيها. اما بقى لو ما نجحتش وخيبت امل تاني، هنجح بعون الله هشرفك يا مولاني. على بركه الله، يطلع النهار ونقصد باب كريم. ايه بتقولي الدكتور سليمان؟ انت بتتكلمي بجد يا بنت ولا بتهزري على الصبح؟ ما انا عارفاك. والمصحف الشريف هو، انا لسه شايفاه حالا قدام الاسانسير. انا اروح بقى اشوف الناس اللي كانت جايه تحجز من طرف الدكتور حمدي. روح. الو، ايوه يا سعيد. بقول لك ايه، مين الناس اللي كنت عايز تدخلهم قلب وشرايين في العياده الخارجيه؟ تلات حالات. طب بص اديني اساميهم بسرعه. او طيب، اتصل بيهم في بيوتهم وابعت هاتهم لي في اقل من ساعه. ايه استشاري مين يا حبيبي؟ ده الدكتور سليمان العريني بنفسه. ايوه طبعا، انا فاضي طبعا، انا وده اللي هفضل اقوله لنفسي لحد ما اموت. طبعا انا المسؤول عن اي عيان يدور عليا وما يلاقينيش، هي دي الحقيقه. هنقعد بقى نقول لنفسنا مبررات واعذار، اصل ظروفنا، اصل مشاكلنا، اصل مش عارف ايه. بس دي مش مشاكل عاديه يا دكتور، ده انت الله يكون في عونك من اللي انت فيه دلوقتي. انا اصلا مش متصوره ان حضرتك في الظروف العاديه بتلاقي وقت تمر على المستشفيات دي كلها. ربنا يا دكتور سليمان. ربنا النهارده يا سعاده الباشا. ازيك يا عم ابراهيم؟ ازيك وازي عيالك؟ بيسلموا عليك وبوسوا ايديك يا سعاده الباشا. يا عم انا عايزهم يبوسوا ايديك انت. خلي بالك قوي من عيالك يا ابراهيم، خلي بالك منهم. الدنيا وحشت قوي يا ابراهيم، وحشت قوي. بقى صعب ان الواحد مننا يحمي عياله من الشر اللي بقى موجود في الدنيا.
سلام يا هيما. وياك يا سعادة الباشا. ريس الحفر مش سالك، في صخره جامده معصقه معاها. ابقى بدأ غلط. انا قلت 7 متر من اول العلامه السوداء في اتجاه الناحيه الشرقيه، ومستحيل يكون في صخره في الزاويه اللي انا قلت عليها دي. هو انا اعمل ليه يا راجل؟ انت بطل بكش بقى، ما انت زي الحصان اهو. ربنا يطمنك يا دكتور. لبسيه. تاخد البلافكس بالك قد ايه يا عم مصطفى؟ من حوالي شهرين كده يا دكتور. يا كتير قوي يا بنتي، ده غالي عليكم. اه والله يا دكتور، بس هنعمل ايه؟ مساعد دكتور التامين ما قال. هو دكتور التامين ده خسس عليه حاجه، ويا ريتهم بيصرفوا للناس اللي هم بيكتبوه. انا كتبت لكم على حاجه ارخص واحسن بكتير. هاتي معاكي روشته الاسبوع الجاي علشان ما ياخدوش منك تذكرات. لا يكرمك ولا يحوجك ابدا يا دكتور. امين يا رب. تمنعي بقى المسبك والدهون وشغل الحلل ده، ولو شرب سيجارة واحدة تبقي لا بنته ولا عرفك. يا جماعة كل واحد هيدخل في دوره. أما لو كان الدكتور بيتأخر في الكشف كنتوا عملتوا فيا إيه؟ يلا يا بنتي أنا مش قادر أخد نفسي وتعبانة قوي. هنيتي يا حاجة قدامك 2 بس مفيش غيرهم. يلا يا عم حسين اتفضل. ازيك يا سماح؟ ازيك يا دكتور؟ استاذن حضرتك بس اديله خبر. معلش انا اسفه. اعمل ايه؟ طبعه كده. مفيش مشكله مفيش مشكله، خدي راحتك. اتفضل اتفضل. الدكتور خيري النايب الجديد كان مكلمني على حاله وعايز يستاذن حضرتك. يعني اه لا خليك. اتفضل اتفضل يا دكتور. شكرا دكتور سليمان. ازاي حضرتك؟ أهلا. دكتور خيري عثمان نائب المدير. اهلا وسهلا. معلش يا دكتور هنتعبك، الاستاذ حامد نسيبي والمدام بتاعته تعبانه وبقالها اسبوع بتدور على حضرتك. لا الف سلامه من عينيا. الف سلامه. ميرسي يا دكتور. ميرسي. لا حاضر، انا بس هستاذنكم دقيقه واحده. دقيقه واحده. طب عم حسين استريح شويه، انا جاي لك على طول. اتفضل. دكتور ممكن استاذن حضرتك دقيقه بالظبط؟ يعني في امانه ضروري جدا توصلها للسيد المدير. اه طبعا طبعا. اتفضل اتفضل اتفضل. عارف حضرتك انا سعيد جدا وكان نفسي اشوفك من زمان والله. والله مش اكتر مني. ايه يا دكتور؟ ايه اللي بتعمله؟ ايه وهباب ايه؟ انت خليت فيها دكتوره؟ سيادتك اللي بتعمله ده شغل سواقين توك توك. انا مش فاهم حاجه في ايه. هو مش حضرتك برضو اللي رفعت سعر التذكره الاقتصادي من 5.5 جنيه ل 20 جنيه؟ ايوه انا، بس ده كان عشان. ايوه عشان ايه بقى؟ اشرح لي عشان ايه. علشان تطور مستوى العيادات الخارجيه بتاعتكم اللي زي البلا اللي حالها يصعب على الكافر دي، ولا علشان تتعاقد مع اساتذه كبار والقسم اصلا ما دخلوش استشاري واحد بقاله 2.5 شهر، وفي الاخر حضرتك جايب لي نسايبك تتمنظر قدامهم وتدوس بيهم على رقبه الناس اللي مرزوعه مستنيه من صلاحيه ربنا؟ لا لا لا، انت مش اكيد دكتور. انت اكيد مجنون. قولها قول قول، ما تكسفش يا رب. مجنون. ايوه قول مجنون. 90 واحد قبل حضرتك قالوها لي. عارف ليه؟ قول. عارف ليه؟ ليه؟ علشان العاقل عندكم هو اللي صاهر ويماين ويشوف مصلحته ويدوس على الناس ويتاجر في امراضه، ولما يشوف الظلم بام عينيه يحط في بقه جزمه قديمه. ايه الغداره؟ يعني واحده من نفس عينته ويمكن اوسخ كمان. بنتي من بتوع الصالات والكباريهات اياه، ماشيه مع طوب الارض، ومفيش واحد عرفته غير لما خربت بيته وخسرته فلوسه وضيعت منه ولاده ومراته. أعوذ بالله من غضب الله. هي البلد مش هتنضف من الأشكال دي بقى؟ طيب إزاي هتجيبوا البنت دي وتكعبلوها في الموضوع؟ ما هي يا سعدة هتموت بقى وتتعرف على فؤاد عوني ده، يعني عايزة بقى تبقى مطربة مشهورة وتوسع علاقاتها بقى، وانت فاهم بقى الحاجات اللي بتحصل دي، يعني مش اللي هقولك. ماشي ماشي، بس انا يعني انت مالكش دعوه باي حاجه يا سعد. انت مالكش دعوه باي حاجه يا حبيبي. احنا اللي هنعمل كل حاجه وهنفتح لك السكه على الجاهز. ويا سيدي يعني نفرض ان حصل اي حاجه، الخطه باظت، انت مالكش دعوه. اقعد في اوضتك وما تنفذش حاجه. اتفقنا؟ ايوه افهم، بس ايه ترتيبكم بالظبط
عشان اعرف اذا كان الكلام ده مضمون ولا لا. بص يا سعد، لازم تفهم كويس ان فرصتنا دلوقتي مش هتتعوض تاني، وخصوصا بعد ما فؤاد باع شقته وحط كل حاجته في الاستوديو، يعني اكيد هنلاقي حاجتي وحاجه امنيه في المكتب عنده. وبص بقى ايه اللي هيحصل. ايه؟ امنيه هتستغل اي فرصه تاخد المحفظه بتاعتها من غير ما تحس، وحتى لو شهد اكتشفت انها مش موجوده قبل ما تدخل لفؤاد هتفتكر انها نسيتها في البيت او وقعت منها في العربيه. وبعد شويه هتخترع اي حجه وتنزل بيهم الاستوديو وتسيب طبعا شهد لوحدها معاه لحد ما فؤاد يخلص وادخلها لي. بعد ما تسمع رنتها هتستناها في المدخل وتاخد منها المحفظة وتخليها معاك. وانا بعد ما دخلها له في اخر السهرة هستأذن منه بحجة اني ماما تعبانة، وانا متأكدة طبعا انه ما هيصدق يمشين لان البنت زي القمر واكيد مش هيفوتها من تحت ايديه. وبعدين هستنى تحت في عربيتي. بمجرد ما شهد تخلص سهرتها وتنزل من عند البيت وأمنية تعدي عليها بالعربية وتاخدها ويمشوا. أنا اتبهدلت يا موني، اتبهدلت قوي. طيب مش تطلع له على طول بأي حاجة حتى لو ما بعتلكش. أهم نقطة تاخد بالك منها إنك ما تلمسي أي حاجة وإنت داخل، وما تعملش اللي اتفقنا عليه بلا الجناح يا سعد. الجناح ده هو أأمن مكان تخلص فيه، مجهز ومكتوب وما بيطلعش أي صوت، يعني لو صرخ ولا صوت من هنا للصبح محدش هيسمع له صوت. وأول ما تخلص علي سعد وتتصل بيا هكون عندك في ثواني، وناخد بقى حاجتنا ونمشي في هدوء. أيوة ست هوايدة، كله تمام، مية مية، خلاص. يا ولاد الكلب يا أوساخ. لا يا دكتور أرجوك، أنا عايزك تهدى كده وما يبانش عليك أي حاجة من اللي سمعته دلوقتي. أهدى؟ أهدى إزاي يعني يا طارق بيه؟ أعمل إيه علشان أهدى؟ اتك على زرار في دماغي علشان يمسح كل البلاوي والقرف اللي انا لسه سامعهم دلوقتي؟ يا ريت كان ربنا خلقني مكنه حديد او حته صفيح حتى علشان ابقى حد يرزعني في الارض ويصدمني بواقع منيل زي ده، ما توجعش كل الوجع اللي انا فيه دلوقتي. لا يا دكتور ارجوك، انا جبت حضرتك هنا مخصوص عشان افهمك اللي حصل وتبدا تمهد لشهد وتوصل لها الحكايه واحده واحده عشان ما تاخدش صدمه زي دي وهي لسه ما فاقتش. اه يا شهد، كتير عليك يا بنت اللي بيحصل ده، والله والله العظيم تلاتة حرام. مين ممكن يستحمل يشوف كل الظلم والغدر ده من الناس ويرجع تاني يعيش في وسطهم؟ وهو يعني في حد يقدر يداويها من الجرح ده غير اشطر جراح في مصر كلها؟ كلنا بنتعلم من اخطائنا يا دكتور، والضربة اللي ما تقسمش الظهر. لا يا طارق، ظهر بنتي أرق من إنه ياخد ضربة زي دي ويطلع منها سليم. أنا آسفة يا بابا، علشان خاطري ما تزعلش مني. بس إيه ده؟ ده أنا بابتي طلع جامد قوي آخر حاجة. آخر حاجة إزاي يعني؟ مش فاهم. لا ده إكسبريشن كده هبقى فهمهولك بعدين. تمام. المهم بس أنا كنت عايزة أسألك على حاجة. هو انت كده خلاص ما تعرفش حاجه عن امنيه؟ الراجل ده يا حبيبتي ده راجل عبيط، ما حدش فاهم منه اي حاجه، عمال يجيب كلمه من هنا وكلمه من هناك ويهرتل. يهرتل؟ اه عمال يهيس. سليمان المهم يعني طارق بيه ما قدرش يوصل منه لاي حاجه بخصوص صاحبتك. تصوري كمان ان المباحث اكتشفوا ايه؟ ايه؟ اكتشفوا انه دخل الامراض العقليه قبل كده مرتين. مش معقول. شفت يا ماما، مش انا قلت لك ان الراجل ده بيخرف؟ مش وقت الكلام ده يا حبيبتي. ايوه بالظبط يا حبيبتي، احنا مش عايزين نسبق الاحداث، خليها على الله.
وانا عما بالله. ايه ده؟ تاخد شوية لب؟ لا مرسي. ليه بس؟ ده جامد جدا، جامد اخر حاجة. دي دكتورة شيء. ايه ده يا بابا؟ انت هم قابلين عليها ليه؟ انت مش قلت لي حضرتك ان شاهد لو سمحت مش عايزة ولا كلمة دلوقتي. يلا بينا سليمان بقى. لا لا استني يا ماما، استني يا ماما لو سمحت. موني انت ليك علاقة باللي حصل ده؟ الكلام اللي بيقوله راجل بواب بجد يا موني؟ يا حبيبتي ما ينفعش كده، سيب الناس تشوف شغلها ولما يخلص التحقيق هنبقى. يا بابا انا لازم افهم، لازم اعرف مين السبب في اللي حصل لي ده كله والمرمطه دي. انا قلت مش دلوقتي عشان بكره نفهم كل حاجه. يا ماما عشان خاطري. موني ردي عليا يا موني، انت ليك علاقه باللي حصل ده؟ ردي عليا يا ماما، انت مش عايزه. كام يا سليمان؟ ارتفاع بسيط بس طبيعي، ما تقلقيش. طب يعني ممكن نديها حاجه ثانيه؟ لا 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 مش عايز اديها اي حاجه، كفايه عليها المناومه اللي خدتها. احنا بس ممكن نرفع دماغها بس شويه كده عشان ما تصدعش. بص يا سناء بقى، انت تسيبيها نايمه براحتها خالص، وعايزك اول ما تصحى تغسلي لها عودين كرات. كرات وبعد... ايه يا سليمان؟ هنجيب الكرات منين؟ احنا هنا مش في الغيط. طيب خلاص اسف، اعملي لها ايس كركديه. حلو كده؟ هعمل لها كل حاجه في الدنيا والله، المهم انها رجعت لنا بالسلامه. اروح احضر العشاء هنا. يلا بسرعه. وانت كمان يا سليمان سيبها بقى عشان ما تقلقش، احنا ما صدقنا. الو ازيك يا دكتوره صفاء؟ ايه الغيبه الطويله دي؟ لا 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 لا، انت كده عامله لي عجز كبير في الناس. حقك عليا يا شاهد، انا اتاكدت دلوقتي ان انا السبب في كل اللي جرالك، بس والله يا بنتي انا زيك بالظبط، وعمري ما خدعتك في اي معنى جميل ربيتك عليه. انا صحيح كنت عارف ان الدنيا فيها الحلو وفيها الوحش، بس ما كنتش اتخيل ابدا ان الصوره غامقه قوي للدرجه. صدمتك في اعز صديقه ليكي ما تقلش ابدا عن خيبه املي في الدنيا كلها. غصب عني والله يا فندم، اصل انا جوزي فضولي شويه، كل حاجه يسمعها مني ما يرتاحش غير لما يعرف تفاصيلها. لا غيرت ايه، الدكتور سليمان ما بيركزش في المعاني العاطفيه دي. يا ربنا يخليك يا فندم وميرسي على ذوقك. فعلا حصل، انا اتصلت بشاكر النهارده وبلغته الحمد لله ان المشكله انتهت. انا جاهزه تماما، ريدي اني تايم. اوكي فاين. طب تحب حضرتك نعمل كونفيرم قبلها ولا؟ طب استاذن حضرتك اكلمك كمان شويه، مع السلامه. رايح فين يا سليمان؟ رايح اتمشى شويه. تتمشى الساعة 2:30 بالليل؟ انت ما تعبتش من الجري اللي جريته يا راجل انت؟ اتعشى يا سليمان ونام لك كام ساعة، عندنا شغل كتير الصبح. يوه بقى شغل شغل شغل. ايه يا شهناز؟ كتير يعني عليا اشم نسمة هوا تنضف صدري من العفرة دي قبل ما ارجع احط الكمامة على وشي واتربط في الساقية تاني؟ مش معقول بقى كده. الله ساتر. اتق الله يا سليمان، انت لسه ساجد لله ومصلي الفجر. والله انا ما قلتش غير الحقيقه يا عم الشيف. لما رب ابني على الخير والرحمه وحب الناس ابقى بجني عليه؟ ابقى بدمره كمان، واحط بنتي في قفص واحد مع تعالب وديابه وعقارب وتعابين واقول لها حبي سامحي مدي ايدك للي يحتاجها.
بصي على النقطة الحلوة المنورة اللي في قلوب الناس، وغمضي عينيك عن عيوبهم وعن بلاويهم، ارفعي روحك عن الوحل بالشعر والموسيقى والضحكة الصافية. أبقى بعمل فيها إيه يا عم الشيخ؟ أبقى بخدمها؟ ده مش كلام حضرتك يا دكتور، حضرتك عمرك ما شفت الناس بالعدسة المخيفة دي. لأني كنت أعمى، كنت أعمى يا فاطمة. الكام يوم اللي عدوا عليا دول كسروا العدسة الوردي اللي كنت حاططها على عينيا طول الوقت، وخلوني أشوف الناس بالألوان الطبيعية. وآه من اللي شفته أقولك إيه بس ولا إيه؟ أقولك على البيت اللي جابها لنا مجدي علشان تشتغل البواب وتسجله كلمتين؟ إيه الشغلانة الفالصة دي؟ لا يا فنان سامحني أنا باص، ماليش أنا يا حبيبي في الشغل الطياري ده. أنت مالك يا بنت الشغلانة فالصة ولا عيار 18؟ مالكيش فيه، أنت اللي يخصك يا ماما البرادس. ما هو كل برغوت على قد دمه، ولا إيه يا جميل؟ بقولك إيه يا أستاذ مجدي؟ يعني هتديني كام يعني في الخمس دقايق اللي هقفهم مع التحفة ده؟ الله ما طولك يا روح، اللي هتقولي عليها تاخديه، بس انجزي بقى ولخصي في الحوار عشان مش فاضيين. يعني لو قلت باكو بقى هتاخديه حضرتك، هتاخديه. اتفضلي ادي اهو النص مقدم. اتفضلي حبيب قلبي. بقولك ايه يا عمر، انا بقى عايزه احلل القرش الجامد ده، انا هديك رقمي وما تعوزش تسمع. الله شغل الحلمبوحه ابتدى. بقولك ايه، راجل دكتور ومحترم. الله، وانا يعني اللي خارجه من رابعه ابتدائي؟ ايه ده، هو حضرتك معاكي شهاده؟ شهاده؟ ده انا معايا احلى شهاده. انا يا حبيبي بكالوريوس تربيه قسم تاريخ، بس الوزاره مش محتاجه تخصصي فشيلولي حصص التربيه الوطنيه. مدرسه اطفال بتربي كتاكيت في الوقت اللي لسه مشاعرهم رقيقه، في الوقت اللي لسه تقدري انك تنقشي في دماغهم، وبتدي لهم ايه بقى؟ تربيه وطنيه. ولا الراجل الشهم العتره اللي اجر لنا البيت اللي في الصحراء والواجب اللي عمله معانا. ماليش صالح يا ابوي، اتبيتوا في عمال، تعملوا دراسات على حجاره الجبل، تعملوا اللي تعملوه، ولكن اني ما يلزمنيش ده كله واصل. انا اللي يلزمني انكم تدوني ال10,000 جنيه ما ينقصوش مليم. تاني هيقول لي 10,000 جنيه؟ في يا عم صالح؟ يا عم صالح ما احنا طول عمرنا بنصور عندك، وانت ما بتاخدش المنتج اكتر من 5,000 جنيه، في يا عم صالح؟ ده تصوير يا فنان، يعني كاميرا ولمضتين، والله مع السر عليم، لكن انتم عايزين تهدوا وتبنوا. خلاص 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 يا عم صالح، ماشي يا سيدي، احنا موافقين على 10,000 خلاص. اي بس انا ليا طلب عنديكم. يا سيدي امر. نعمل عقد موثق في الشهر العقاري. شهر عقاري؟ شهر عقاري يا عم الشيخ. شيخ اديك قلتها بخشمك. انا يا جماعه شيخ مسجد بام الناس، وقدرنا بقى انكم خدتوا المطرح بطريقه براني، يعني تخزنوا فيه حشيش، تخزنوا فيه سلاح، تجيبوا حرمات. ما انت قلت مالكش صالح. ماليش صالح يا ابوي، واعملوا اللي يلد عليكم، بس لا قدر الله بقى الحكومه كبست علينا، ماني هروح في الرجلين انا كماني، وابص للناس وهي تبص عليا وتقول شيخ منافق بياكل حرام. يبقى ليا الحق بقى ان انا امن على نفسي واحافظ على سمعتي، ولا لا يا باشمهندس؟ ها، يبقى له حق ولا لا يا ست الدكتوره؟ يبقى له حق ولا لا يا عم الشيخ فرجاني؟ شفت يا عم الشيخ؟ شفت الصعايدة وصلوا لحد فين؟ لا، وإمام مسجد، إمام مسجد. شفت الفلوس لما بتطلع دلوقتي وتتفرد على الترابيزة بتعمل إيه في الناس؟ يا راجل ده مفيش جنس مخلوق في النصابية اللي عملناها دي كلها، طلبنا منه أي حاجة وكلف خاطره إنه يسألنا أنتوا بتنيلوا إيه؟ بشوية ورق غبي تقدر النهاردة تعمل أي مصيبة في أي حد. بس كده حضرتك بتحمل نفسك فوق طاقتها. أنا لسه قلت أي حاجة يا فاطمة؟ ده كل اللي شفته ده ما يجيش ربع اللي أنا شفته في الاسم ولا في النيابة عم الشيخ. مهرجان مهرجان، ومحدش يقدر يميز أي حاجة بتحصل خالص. مراتي تروح لأكبر مكاتب في البلد علشان تنقذ بنتي بالقانون،
تتجرى يا حبيبتي تترمي في الحبس، وانا لما الجا لنصاب ودجال وبنت ليل وشويه مرتزقه اطلع بنتي من الحبس، والنيابه تديني قرار الافراج مع الشكر والتحيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لك يا بلدين، مش ده مكتب رئيس النيابه؟ انت بتسال عن مين يا راجل انت بالظبط؟ بسال على طارق بيه. طارق بيه فرح النهارده، انت عايز تقول له ايه وانا ادير لك؟ عايز اقدم بلاغ. السلام عليكم. كرسي بس بعد اذنك. تا 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 تا. اهلا اهلا عفريته هانم. بذمتك وانا راضيه ذمتك، ما وحشتكيش؟ وحشتني ايه الا وحشتني وحشتني وبس، دي مش كفايه، ده انا ما بنامش الليل. بنتي عسل والنبي قمر، والله قمر. بقول لك ايه يا بنت، انت ما تاخدينيش في دوكه وتعملي عليا الحبتين بتوعك دول، انا لسه مقابل امك على ناصيه الشارع وبتشتكي لي منك لما احسها اتنبح. انت مش هتبطلي بقى شغل العيال ده وتتجوزي ونرتاح منك؟ هتجوز يا ستي وربنا لا اتجوز، ومستعده اتجوز اول راجل تجيبه لي دلوقتي حالا ويكتب عليا هنا قدامك، بس خلصي لي المصلحه دي الاول، ربنا يخلي لك مهند وتفرحي بيه يا رب. مصلحه؟ مصلحه ايه يا مجنونه انت كمان؟ قضية فؤاد عوني ما خلصت يا ماما، ومسكوا اللي عملوها والمولد انفض خلاص. ايوه ما انا عرفت كل حاجه، هو انا يعني اخش عليكي بايدي فاضيه كده؟ ده انا معايا فضله خيرك معلومات قد كده اهو. امال عايزاني في ايه بقى يا شاطره؟ تحبيش تحبيش يا ست الكل يا جامد انت، هو في اكل بيتبلع من غير تحبيش؟ يعني اتمسك ازاي؟ اتقبض عليه ولا سلم نفسه؟ ايه اللي بينه وبين فؤاد عوني عشان يقتله؟ سرقه ولا خناقه ولا ايه بالظبط؟ انا عايز افهم. حيلك حيلك رايحه فين؟ ومين اللي هيجيب لك ده كله؟ والقضيه لسه ما اتحلتش ولا نزلت جلسه. ايه وفي غيره يا باشا؟ حبيبك اللي شغال مع طارق بيه. لا انسي بقى يا حبيبتي، محمود عمره ما هيقول اي حاجه طول ما التحقيق شغال والملف كله في ايده. انت اسمك ايه بالكامل يا جدع انت؟ عربي عبد المحسن فهيم. عندك دليل على الكلام اللي انت كاتبه ده؟ اكيد طبعا، وانا عبيط عشان ابلغ عن حاجه زي دي ورقاوي كده. وايه الدليل بقى اللي معاك يا اخ عربي؟ لا يا باشا انا مؤاخذه، ما تزعلش مني، الكلام اللي عندي هقوله قدام الباشا رئيس النيابه. لا واعي يا عربي. ايوه يا ابني، مين اللي معايا؟ انا رئيس الاعلام الجنائي وائل. ايوه يا وائل، قول لي هو طارق بيه الشاذلي موجود النهارده؟ صراحه. طب ما تعرفش مين السكرتير اللي شغال معاه؟ شكرا يا وائل، شكرا، الف شكر، سلام. احلى شاي على ميه بيضاء استاذه. شكرا يا ريس. كده حسابنا كام بقى؟ واحد شاي اهو وفي اتنين رومي. بتخلي عنك المره دي يا استاذه. يا عم وخلي ليه؟ شكرا يا عم. خلاص 5 جنيه. خمسه خمسه، كله على حساب صاحب المخان. كله على صاحب المخان. اوعى قلبها حن دي بقى ولا ايه؟ الو؟ ايه؟ ايوه يا سلوى. لا انا لسه تحت في المحكمه. طب بقول لك ايه، عايزاكي تطلعي دلوقتي حالا قبل ما اغير رايي، 5 دقايق بالظبط والاقيكي قدامي، عندي ليكي حته دين خبر، انما ايه قنبله. انت بتهرج يا محمود؟ مصحيني بعد 48 ساعه شغل عشان تقولي في شكوى اتقدمت لرئيس القلم؟ ما يزفتها عنده لغايه ما يعرضها عليا بكره. ايه ناس مين اللي اجروه دول يا محمود؟ شريف رستم؟ هو بعينه يا فندم اخو الدكتوره شاهيناز اللي ماسك لها شركه العاشر. عارفه صباح خير، عارفه وعارف شركته ومقوله كله. صباح خير يا صبري، انا بس اللي عاوز افهمه انت ازاي وصلت للتفاصيل دي والراجل لسه مقدم البلاغ النهارده؟ ده سر الصنعه بقى يا استاذ، وبصراحه كده لازم احتفظ بيه نفسي. بقول لك ايه يا عبير، مش وقت خفه ولا طفوه حاط ابوكي، عشان اخد منك معلومه زي دي لازم الاول اعرف مصدرك ايه بالظبط. الجثه يا فندم. نعم. مصدري هو نفس الراجل اللي قدم البلاغ، عربي عبد المحسن فهيم. يعني ايه؟ انا اصلي اول ما عفقت الخبر العظيم ده استنيت صاحبنا لما خلص مع السكرتير ورئيس القلم، وانا
قصبت له الفخ التمام وقفشته بسرعه قبل ما يخرج من المحكمه. بصراحه راجل كان مؤمن جدا بدور الصحافه في المجتمع المدني، كعال الحوار كله على تسجيل الموبايل وابتسم ابتسامه عريضه. رحت هباجي 5-6 صور على كاميرا الموبايل برضه. الا بالمناسبه يعني يا فندم، هو انا هفضل اشتغل بالموبايل الخرده ده كتير؟ انا قصدي يعني موبايل ايه يا بنت الامان المتواضعه دي؟ ده انا هجيب لك احدث تكنولوجيا وصلت لجرايد مصر، مش كده وبس، ده انا هقعدك على اشيك مكتب في تحقيقات الجرنان. يا عبير انت يا بنت، انت موهبه صحفيه شابه قادمه بسرعه الصاروخ. ميرسي جدا والله يا فندم، انا مكسوفه من الكلام الكبير قوي ده. لا ما تتكسفيش، ارفعي راسك لفوق. اصلك ما تعرفيش انت عملت ايه. بصي، اولا قصه عربي فهيم دي مش هتوصل لاي جرنان في مصر قبل ما النيابه تفحص الموضوع وتاخد قرارها، يعني بالميت كده قدامهم يومين. طب وثانيا؟ ثانيا بقى، لا ثانيا دي بقى تعرفيها لما تشوف الديسك هيعمل ايه في الشطه بتاعتك عشان يقدمها في اسخن طبق على سفره بكره ان شاء الله. هو بس في حاجه غريبه حصلت كده في السكه وانا مش قادره افسرها. حاجه ايه؟ الكائن اللي اسمه عربي ده بعد ما خرج من المحكمه ووصل اول الشارع كان في عربيه جامده قوي مستنياه، فارهه. فارهه؟ لا تتناسب اطلاقا وهيئته المقندله. صباح الخير يا ست شه. عايزه ايه يا نوسة؟ عايزه سلامتك يا ست الكل، والنبي انت منوره الجنينه والشجر والورد نوسة. والدنيا. انا مش طايقه اسمع صوت بني ادمين، معلش. طب انا اسفه، حقك عليا. ولا هم، هو بس الدكتور جه الصبح عشان يطمن على حضرتك، لقاكي لسه نايم فساب لي الظرف ده واكد عليا اديهولك اول ما تصحي. لو عاوزتي اي حاجه من جوه اديني مزد بس، هتلاقيني قدامك على طول. ماشي يا نوسة، شكرا. ايه يا بنت النوم ده كله؟ بتعوضي الليالي السودة اللي قضيتيها في الحبس يا سوابق يا رد السجون؟ اصحي بقى، ما يبقاش دم كتير، ومتفتريش قوي في الفطار عشان انا عازمك بالليل على حتة اكلة هتنسيكي الدنيا كلها. اوعي تروحي كده ولا كده، انا هاخد المستشفى عليكي على طول، واحتمال بعد ما تاكلي العزومة دي ترجعي معايا المستشفى تاني نعمل لك غسيل معدة وشوية تحاليل. لا بيروح ولا بيجي ولا عايز يتظبط من الصبح يا رندا. نقول سيده هتاخد شيفت الخميس بالليل، تقول لك لا خليني السبت الصبح عشان فرح اختي. نحط بدلها فاروق، يقول لك انا واخد الاسبوع اللي فات كله طوارئ وعناية. رندا، دكتوره سهال عايزاكي في حاجه. ثواني. ازيك يا نهى؟ الحمد لله. ازيك يا دكتوره؟ خير يا دكتوره، في ايه اللي حصل؟ قولي لي، ما تعرفيش دكتور سليمان جاي المستشفى امتى؟ دكتور سليمان؟ انا سمعت من داليا انه المفروض جاي النهارده، اكيد عنده حالات كتير ما مرش عليها من اسبوع. طب في ايه بس؟ مالك طمنيني. رندا، انا عارفه انك اكتر واحده في المستشفى قريبه منه، يا تديني رقمه يا تكلمه لي دلوقتي حالا. ايه يا صافي، كل ده نص ساعه؟ المهم عملت ايه؟ طب هايل، كويس قوي. هو جنبك دلوقتي؟ طب ادوني اكلمه. ايوه عربي، كويس انك انت ما روحتش النيابه النهارده، حظك من السما. حظي ايه بقى يا باشا؟ ده انا طلعت فقر قوي ونحس كمان. امال ايه سعادتك؟ ما كده السبوبه طارت والارنب اتحرق في غمضه عين. الا بالمناسبه بقى يا باشا، بالنسبه يعني للعربون اللي انا خدته من سعادتك، طار هو كمان ولا ايه؟ لا يا عربي، حلال عليك. اه طبعا، امال انت فاكر ايه؟ انت طلعت جدع معايا وانا لازم اقدرك. تسلم يا غالي، متشكر جدا، مع السلامه. شريف، انت اهبل ولا شكلك كده؟ وليه بقى الغلط ده يا شاهي؟ 200,000 جنيه حلال عليه عشان اتكلم معاك كلمتين وكمان ما لحقش يكمل المطلوب؟ اه طبعا، هو خدهم وخلع، ولا احنا اللي قلنا له ستوب ما تكملش؟ ده بيزنس يا شاهي،
وانتي بيزنس وومن قديمه وعارفه اصول اللعبه كويس، عربنت على مشروع وسحبت ايدي منه، يبقى اللي اندفع مش بتاعي ومليش فيه مليم. لا شاطر طبعا شاطر، وانا الوحيد اللي كنت هخلصك من المصيبه دي في 24 ساعه لولا بقى ان القدر سبقني وما ادانيش فرصه ابين لك شطارتي وحملك دين تشيليه العمر كله. معلش يا حبيبي متعوضه، واضحنا فيها، وريني بقى شطارتك في اللي جاي. اللي جاي هو ايه اللي جاي؟ انا احتمال اسافر امريكا قريب، وعاوزاك بقى تفوق لي شويه كده عشان سعادتك هتشيل مكاني في المستشفى ومركز الاشعه.